ونناقش الوجود الإيراني في سوريا والمساعي الإيرانية لتثبيت نفوذها هناك. ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة غازيانتاب تركيا حسن أنيفي الباحث السياسي. أهلا بكم سيدي. مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. مساء النور. كشفت مجلة فورين أفيرز الأمريكية بأن إيران ليست مستعدة لخسارة نفوذها في سوريا. إلى أي مدى باتت إيران اليوم قادرة على الصمود أكثر في سوريا رغم مقتل العديد من الضباط الإيرانيين ومعاناة طهران اقتصاديا بسبب العقوبات الأمريكية؟ يعني من الصعب أن نفهم طبيعة علاقة إيران بنظام الأسد دون الرجوع إلى العلاقة التاريخية بين الطرفين، ذلك أن هذه العلاقة ليست علاقة طارئة وإنما علاقة استراتيجية تعود إلى وصول الخميني إلى السلطة عام 1979 حين انسحب حافظ الأسد آنذاك من المظلة العربية وانحاز إلى المظلة الخمينية، وتطورت العلاقة أكثر من ذلك بحيث تحولت من علاقة بين دولتين تتبادلان المصالح إلى علاقة يمكن تسميتها بالعضوية، ذلك أن إيران تعتبر أن سوريا هي مجال حيوي لمشروع إيران. إيران ومبدأها القائم على تصدير الثورة إلى الخارج والهيمنة على دول الجوار والتدخل في الشؤون الخارجية، هذه الاستراتيجية تقتضي من إيران دائما مد أذرع إلى الخارج. لذلك هي أوجدت حزب الله في إيران في لبنان وعلاقتها الوطيدة مع النظام دمشق، وكذلك تحاول زرع أذرع لها في اليمن، وأيضا بعد احتلال الأمريكي للعراق عام 2003 تحاول بسط هيمنتها من خلال وكلائها الموجودين هناك. نعم. فالعلاقة هي المعذرة على المقاطعة لضيق الوقت، كيف يفسر استحواذ تجار إيرانيين على منازل المهجرين في العاصمة دمشق؟ يعني تدخل إيران في الشأن السوري وهيمنتها أو تغولها في الشأن السوري لم يكن في جانب محدد فقط، يعني ليس في الجانب العسكري، أيضا في الجانب الاقتصادي. يعني إيران الآن الاستثمارات الإيرانية في الريف الدمشقي وفي المناطق الشرقية بلغت مداها. الآن لو عدنا إلى وسط العاصمة دمشق ورأينا أن معظم المناطق الموجودة في منطقة البحث والمناطق التي يرتدها السواح الأجانب كلها تعود ملكيتها للإيرانيين، إذ إنهم يحاولون يعني الهيمنة الاقتصادية، الإمساك بمرافق الاقتصاد بسوريا، فضلا عن نشاطهم الاجتماعي والديني من خلال بناء الحوزات ومحاولات التشييع التي بدأوا بها منذ العام 2006 وحتى الوقت الراهن. فما تسعى إليه إيران هو الهيمنة الكاملة، تعتبر سوريا هي محافظة إيرانية لا أكثر. شكرا جزيلا لك سيد حسن نيفي الباحث السياسي السوري، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة غازيانتاب التركية.